الكلام انتبهوا لهذا، لو صححت الآلية بنفس الأسماء لا ضير بذلك. الآن تسليم جائزة الأهداف، وهذا ما تحدثنا به قانونيا، لا قانونيا لا يجوز إلا سيكون بالجولة الأخيرة، رغم أن الدور لم ينتهي لحد الآن، باقي جولة واحدة، فارق 6 أهداف. البعض يقول الفارق كبير، ما يسجل مروان بالجولة الأخيرة 6 أهداف، لكن قانونيا، قانونيا عفوا بالقانون يعني مبروك لعلاء، يستحق. البعض يقول قد تنتقص من علاء، ابدا ابدا ابدا، علاء لاعب مثابر مجتهد بهذا العمر، يحقق اهداف في الدوري يعني حقيقه ترفع له القبعه، وقد متصدر للهدافين، يرفع كلماته العليا، يجب ان يكون لدي مكان في المنتخب الوطني، ولكن يجب ان تعطى لك الجائزه في الجوله الاخيره. الغزال الاسمر، دعونا من هذا المثال، لكن دعونا نربط بهذا الحدث ونقول مبروك، وأرفع كذلك القبعة للاتحاد هنا بخطوة إيجابية. نعم، عند الإجاب نقول الحق حق، نرفع الخطوة عند نرفع القبعة عندما استجابوا لمقترح الغزال الأسمر يونس عبد علي، وقال قال أريد أنا بنفسي أسلم جائزة الهداف إلى علاء عبد الزهر. وبالتالي شكرا للاتحاد، شكرا للكابتن القدير يونس عبد علي بهذه الخطوه الممتازه. نعم، وعمليه الترابط بينه وبين الكابتن القدير علاء عبد الزهر. علاء عبد الزهر 29 هدف، لكن ليس بشكل رسمي، ممكن يسجل بالجوله الاخيره، وممكن نعم ممكن ان 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 ينتفض هناك مروان ويسجل، لكن كما نقول هي عقلانيا لعلاء، لكن قانونيا لا يمكن. هنا وليد سالم لتسلم هذه الأوسمة، نعم لتسلم هذه الأوسمة. أحمد باسل، أمجد عطوان، عملوا اجتهدوا ثابروا، ومطامح وطموحهم كان اللقب، والآن أتوا باللقب، وبالتالي هم الآن يقولون ينقصنا ميمي، ينقصنا ميمي، ياخذ الدرع ويانا وخلي يرجع للدحيل، هيك يقولون، هيك يردون، هيك يسولفون، وبهاي اللهجة تحدث. نعم، هنا البولانوت اللي ترتفع في سماء بغداد، هنيئا لك أنت في سماء بغداد. نعم، في هذا الجمل، هذا لاعب ممتاز يلقب بأقويق هكذا، قوقية، نعم، واحد من الشباب الصغار المميزين، لاعب مع منتخب الشباب، لاعب مهاري جميل. أتمنى من 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 الكادر الفني للشرطة أن يعطيه الفرصة. أمجد وليد، محمد من هناك، محمد صالح الحارس الثالث في فريق الشرطة، العديد من الأسماء في فريق الشرطة، نعم، اللي تستحق هذا الدرع وبجدارة واستحقاق. نعم يا سادة يا كرام، الشرطة سيكون اليوم على موعد مع أزقة بغداد، على موعد مع أزقة بغداد. كرار جاسم يتسلم أو ويحقق، نعم يحقق دوري مع فريق الشرطة. مصطفى ناظم، نعم، من يمثل الديوانية خير تمثيل، وهذا من يمثل النجف، وهناك العديد من اللاعبين من محافظات أخرى. حسين عبد الواحد على ما أعتقد، لا ليس بحسين عبد الواحد، كرار، نعم، مرة أخرى صور الأصوات الجميلة والطبول اللي تقرع، وبالتالي غنوله غنوله، القيثارة جاب الدرع، غنوله غنوله غنوله، القيثارة بطل غنوله، شرطة وانتصر دقوله، جاب الدرع غنوله. والله كتبوا الكثير من الكلام بخصوص هذا الفريق. نيبوشة صاحب 44 عام، هذا المونتينيغري الذي سينتقل إلى تونس إلى فريق الصفاقسي. نعم، نيبوشة يعني إذا أريد أن تحدث بالملاعب العربية، درب نادي كاظمة 2012-2013، درب نادي هجر ب 2014-2015، والفيصل 2017، الزمالك 2017-2018، عاد إلى الفيصل وجاء إلى فريق الشرطة، حقق معهم هذا الدوري مطلوب في تونس، رحل إلى تونس، وهل سيفعل هناك انجاز مع فريق الصفاقسي؟ صرحت إدارة الشرطة وقالت بأنه لا نتجه إلى المدرب المحلي، والمدرب المقبل سيكون يا أما روماني على ما أعتقد أو صربي، هكذا قالوا، وبالتالي تتجه بهذا المسار، تتجه بهذا المسار إدارة فريق الشرطة.
إدارة فريق الشرطة تتجه بهذا المسار وتبقي على أن يكون الله 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 التعاطف من قبل ضرغام إسماعيل والقميص ميمي اللي بجانب درع الدوري ويستذكرون ميمي بجانب درع الدوري وبالتالي من هناك ميمي حاضر في قلوب في قلوبهم هنا يرفعون أصواتهم لميمي نعم يرفعون أصواتهم لميمي ضرغام مع رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود عفوا سيد عبد الخالق مسعود وبالتالي هناك الهيئة الإدارية لفريقي الشرطة حضروا وبالتالي كل هؤلاء سيسجل في تاريخ بأنهم توجوا بالدوري وهنا حان الموعد لدرع الدوري مهدي وصورة تذكارية مع الدرع وبالتالي من هناك ثواني قليلة على أن يأتي الدرع وإلى منصة التتويج ويجول في ملعب الشعب ومن ثم إلى الحافلة وإلى أزقة بغداد ومن ثم إلى معقل نادي الشرطة وإذا الشرطة بطلا الدوري الممتاز الشرطة بطل الدوري العراقي الممتاز مبروك 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 نعم شرطة وانتصر دقولة جاب الدرع غنولة عشق من الطفولة بدمح السيدور بالشريان الأخضر هيجي تجارة اللي يلعب لك أحبه وانت حبك خير النخل كلش حلو بس نحلة جمارة ومن مع ومع كل احترام لأي فريق يكون تطرب روحي من تعزف القيثارة نعم عزفت القيثارة الآن ورفعت أجمل أنغامها وألحانها مبروك 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 للقيثارة الخضراء هذا الإنجاز وهذا الإنجاز الكبير بجهد كبير نعم عزف الأبطال لحنهم بأوتار قيثارة الخلود على أنغام قادة كانوا أشجع من أعتى الأسود كل واحد منهم ظل عن ناديه يذود النصر كان لأمة بوحدة كل الجهود بوحدة كل الجهود منبع شجعان قلعتي حطموا أقسى القيود شكرا لفتية قادوا قيثارتي بحكمة وبراعة وصمود يبقى لنا الدوري أخضر فالدرع مرفوعا للنادي يعود هكذا كتب وهكذا سطر نعم لهذا الفريق لانقثارة لا يسعنا إلا القول مبروك 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 ألف 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 مبروك للقيثارة الخضراء الذي عزفت بكراتها على أوتار القيثارة وأخرجت لنا هذا اللحن لحن الجمهور الجميل الأصوات الرائعة الفرحة البهجة وكل شيء جميل هنا في هذا الملعب مرة ثانية وثالثة افرحوا فإنه استحقاقكم لا تناموا هذه الليلة وأقول لكم لأسبوع أخذوا سيارتكم حافلتكم تدور في بغداد لا تتركوا مكان يعتب عليكم في بغداد وإذا أردتم اذهبوا بالدرع إلى المحافظات فهو هذا إنجازكم نعم بالتالي نحن إن شاء الله إن شاء الله على موعد الإثارة بالموسم في الموسم المقبل وموسم سيكون أجمل بإذن الله أجمل تنظيميا أجمل بكل شيء نعم موسم انقضى إيجابياته وسلبياته سلبياته تحدثنا بها من أجل التصحيح لا غير إيجابياته قلناها ومدحناها نتمنى أن تستمر وتتصحح الإيجابيات بالموسم القادم ونتمنى للمجتهدين أتمنى للمجتهدين أن يحققوا اللقب في الموسم المقبل ننتظر من هو البطل في الموسم المقبل إذن أترككم مع هذه الصور الجميلة نعم سادة المشاهدين والمتابعين وصلنا إلى ختام الدوري افتتحت معكم الدوري بمباراة النجف والكرخ وها أنا أختتم معكم الدوري في مباراة الكرخ والشرطة وبالتالي أتمنى أن يوفقت بنقل كل هذه الأحداث على أمل الملتقى في موسم قادم يا سادة يا كرام وصلت معكم إلى الختام على أمل الملتقى مع هذه الصور ومن ثم تذهب الصورة والصوت إلى الزميل العزيز خالد القحطاني إلى اللقاء